بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا. مساء جديد في نهاية هذا الأسبوع مع نبض الشعب، معي أنا نضال الخشة حتى السادسة والنصف من هذا المساء، ونسأل في مادة استطلاع هذا اليوم: هل ترى أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز كان موفقا في التعديل الوزاري على حكومته؟ هذه مادة استطلاعية نواكب فيها الوزراء الجدد الذين كان لهم نصيب إذا جاز التعبير في الدخول بالتعديل الوزاري الرابع على حكومة الدكتور عمر الرزاز. هذا التعديل الذي سبق يعني شكل من أشكال اللون الرمادي، وأنه لا تسريبات، والتعديل يجري بشكل يعني سري وبتكتم شديد جدا، ولا تسريبات لا من محيط الرزاز ولا من المحيط الأبعد أيضا من دائرة الرزاز. لكن اليوم أدى الوزراء اليمين أمام جلالة الملك 11 وزيرا. كانت الحكومة سابقا قد دمجت بعض الوزارات وقالت أنها في سياق يعني تجربة إذا جاز التعبير لعملية الدمج بشكل عام حتى توفر مزيد من النفقات، لكنها اليوم تفرط هذا الدمج وتعيد كل وزارة على ذات استقلاليتها وتنصب على رأس كل وزارة وزير. عدم الإيمان قد يكون في سياسات ونهج الحكومة بشكل عام السبب الرئيس الذي أدى إلى مزيد من الضعف للثقة ما بين المواطن وما بين الشارع الأردني وما بين الحكومة بشكل عام. بدنا يعني في تعليق سريع جدا قبل ما نستقبل الاتصالات على هذه المادة الاستطلاعية المطروحة، طبعا من خلال صفحة الفيسبوك 88% قالوا بأن الرزاز غير موفق، و 12% قالوا بأنه موفق. النسبة الأكبر تذهب إلى اللا طبعا. إذن هل ترى أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز كان موفقا في التعديل على حكومته؟ ماذا قال أحد الوزراء، أو ماذا كتب أحد الوزراء؟ الوزير السابق كتب نهار هذا اليوم، يقول: في التعديل الأول على حكومة الدكتور الرزاز الذي جرى قبل مرور 4 شهور على تشكيلها، أي قبل أكثر من عام من الآن، تضمن التشكيل الحكومي وزيراً لوزارتين، وهي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، كذلك الثقافة مع الشباب والزراعة مع البيئة. يقول: بغض النظر عن الرأي بهذا الخصوص، كان التوجه الحكومي حينها السير بإجراءات دمج لمهام هذه الوزارات، لكن لم يتحقق أي شيء بهذا الخصوص لغاية الآن، والأدل من ذلك هي عملية الفصل التي جاءت وفق هذا التعديل. كما لم تتراجع الحكومة عن ذلك التوجه، حيث جرى بعد ذلك تعديلان على الحكومة، الأول في أواخر الشهر الأول من العام والثاني في بداية الشهر الخامس من هذا العام، وبقي الجمع بين هذه الوزارات قائما. اليوم يقول الكاتب: وفي آخر 6 شهور من العمر الافتراضي للحكومة جرى عليها تعديلا لم يعد معه الجمع بين الوزارات قائما، فهل اكتشفت الحكومة بعد مرور أكثر من عام أن هذا التوجه السابق بهذا الخصوص كان خاطئا وغير صحيح، أم لهذا الفصل الذي جاء متأخرا أي غايات أو أهداف قد تخدم الواقع الجغرافي بإرضاء منطقة على حساب أخرى في شخص معين من المحافظة الفلانية أو العلانية، أم كان لابد منه معالجة لمعطيات أو محاولة لتحقيق توازنات مجددا؟ التردد في التوجهات والسياسات يترك آثارا يقول على ثقة المواطن بالحكومة، إذ يغضب كثيرا من هذه الممارسات فلا رفاهية لا في الوقت ولا في المال. ويضيف أيضا أن خطورة ذلك قد يتصور أو يصور البعض أن هذا الغضب غضب ضد الدولة، وهو في حقيقة الأمر ليس كذلك، بل لا يتجاوز عن كونه انزعاجا من هكذا ممارسات وما ينتج عنها من آثار وانعكاسات. ليس الهدف أبدا الانتقاد يقول، بل تسليط الضوء على ما قد ينال من الثقة ويزيد من الاحتقان ذلك حتى نتفاداه. ويقول: كفانا فالوضع لم يعد يحتمل، والحاجة ماسة لإعادة بناء الثقة، ولا ننسى أهمية الاستقرار بتركيبة الحكومات. في المقابل تضمن التعديل استقطابا لعدد من الكفاءات، ولكن يبقى هناك ملاحظات نتأمل أن نشهد جراء ذلك نقلة نوعية في الأداء.
سنبدأ في استقبال الاتصالات بعد قليل على هواتف البرنامج المشار لها باستمرار أسفل الشاشة، ونسمع أيضا من المواطن الأردني كيف يعلق على هذه التعديل، أو هل يرى أن رئيس الوزراء وفق في هذا التعديل والذي يعتبر الرابع. طبعا انشغلت خلال الأسابيع القليلة الماضية وسائل الإعلام وانشغل الرأي العام الأردني، الصالونات السياسية بشكل عام، فيما يتعلق بالأسماء المطروحة. جميع الأسماء التي جاءت في التعديل الوزاري هي أسماء مكررة وعملت في مواقع متعددة في الدولة الأردنية، لا داعي لذكر الأسماء ولا داعي لذكر المواقع التي شغلتها أيضا في السابق. وبالتالي حجم العطاء إذا جاز التعبير، حجم الأداء، نوعية الأداء بشكل عام بإمكان الجميع يقيسها على المرات السابقة، لمن هم كانوا أيضا وزراء في السابق سواء كانوا في حكومات سابقة أو حتى رؤساء مجالس إدارات أو مدراء عامين في بعض مؤسسات الدولة بشكل عام. بكل الأحوال يبقى نبض المواطن هو الفيصل في هذا المشهد، وهو الفيصل في ما يتعلق بهذا التعديل الوزاري الرابع، وقد كنا ضخينا عددا من المواد الاستطلاعية في هذا البرنامج على هذا البعد، وكنا لمسنا أيضا مزيدا من الغضب الشعبي حيال سياسات الحكومة، حيال الإجراءات التي تتخذها الحكومة، حيال الضحك على ذقون المواطنين بشكل عام، حيال العجز الحقيقي في أي عملية إحداث لتغيير الواقع المالي والاقتصادي لواقع المواطن الأردني. خالد القرالة من الكرك، مساء الخير. مساك الخير يا دكتور. مساء الورد، ارفع لي صوتك يا خالد. مساء الخير يا دكتور. مساء الورد، كيف حالك؟ يا هلا. الله يسلمك يا حبيبي. اللهم صل على النبي. يا اخوي احنا بالنسبه للتعديل هذا اللي صار، احنا والله ما بهمنا، يعني كمواطن اردني كيف ما يهمنا، ولا احنا ميري كيف ما بهمنا؟ مش يهمنا انه يكون في حكومه قويه تنعش الوضع الاقتصادي للبلد وللمواطن كمان؟ ليش عندك امل يا دكتور انه في الحكومه هاي في واحد قوي او اللي بحطوهم؟ انت شو رايك؟ انت شو رايك؟ والله يا سيدي انا جلاله الملك سمعته قبل يومين يطول عمره، انا سمعت لما قال بدي المواطن الاردني يلمس شيء فعلي على ارض الواقع من هون لنهايه العام او بدايه العام القادم. احنا هذا هل يقول له تغيير وزير الاعلام، وزيره الاعلام حطوا بدالها وزير والتخطيط ومش عارف ايش وفلان وعلان والاوقاف، شو بده يغير؟ هذا هو الملموس للمواطن الاردني؟ هيك فسر رؤيه جلاله الملك؟ يفسر يغير لاربع اشهر هذا الدين للحكومه؟ يعني تحسب رواتبهم هذول، يعني بكره حلوا مجلس النواب تتحل الحكومه. نعم، الشعب الاردني سيد قرالي، الشعب الاردني كان وعد في بدايه العام باننا في النصف الاول من العام 2019 سننتقل نقله نوعيه، لكن هذا لم يحدث على ارض الواقع، ماذا يعني هذا الكلام؟ ولا راح يحدث من الحكومات الموجوده واللي قبلها واللي قبلها. ما راح يحدث ما دام في فساد موجود. الفساد سيدي انا بقول لك شغلي، يعني جلاله الملك واضح في خطابه وانا سمعته، واحد من اقل الناس في الاردن وسمعت خطابه وهم بقول بدي يا حكومه يا رئيس حكومه بدي اشي ملموس على ارض الواقع يحس فيه المواطن الاردني. راحوا جابوا لنا تعريفه، جاب تعريفه لتنكة البنزين، هذا اللي جبناه وغير وزراء راحت الغنيمات يجي لي بداله واحد، راح فلان راح علان، ما بيهمني هذا الحكي. رجالي المعسكر اللي زاحوه اقسم بالله اقسم بالله شهادة حق، انا بعرف الرجل، بعرف ابو صالح طول عمره، انا بعرف رجل شبعان ورجل قنوع ووطني للعظم، والله العظيم من افضل ناس يا ريت ظل. بس اما غير وزير جي وزير شو در علينا احنا؟ شو اللي بدنا اياه؟ طيب. شو اللي بدنا اياه؟ انا قاعد بطالب، انا قلت لك يا دكتور قبل اسبوع قلت في شغلات الحكومه قادره عليها، قلت لك يا عمي تعالوا جاي اقل ما فيها ساعد المواطن وجهه شتويه، يا عمي اجلوا الاقساط ليه شهرين، تبعات الحكومه والبنوك اجلوهم تاجيل، خلي العالم يشتروا كاز وغاز. طيب. يدورهم. وهذا يعني وهذا كان مطروح ايضا في عدد من البرامج مطروح يا دكتور طرحته وكلنا بنطرحه. وبالمقابل حكيت لك عن موضوع البنات اللي في الجامعات 45 بنت، اقسم لك بالله اليوم راجعت المحامي اسمه محمد الجمل قلت له انه بقول يوم الاحد بدي باشر قضايا على البنات، ينزل سماعي على الكمبيوتر 45 بنت الحكومه عدار تقول للجامعات يا اخي اجلوا شهادات التخرج تبعهن لما يخلصن. طيب. انا ما بحكي عن حالي كخالد القراني، لا بحكي عن حال الاردنيين كلهم. شكرا. جلاله الملك واضح في خطابه كلنا سمعناه.
والحكومه سمعته، ليش تخبط هذا؟ ليش هذا يفضل يحكوا على الناس غير وزير؟ طيب شكرا. هذا اللي بقوله يا دكتور. اضافه سريعه. وانا اجاوبك يا دكتور، اسالني وبجاوبك بالتفصيل بجاوبك. طيب واضح الفكره تماما، شكرا لك خالد القران لمن يكرك على هذه المشاركه. الرئيس غير موفق في التعديل الوزاري، والاستدلالات بعد قليل يعني قد يشير لها بعض الاخوان من خلال الاتصالات. محمود خطاطبه من عجلون، مساء الخير. سيد خطاطبه. محمود. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمه الله. يعني هسه الوزراء اللي جبناهم معقول هم من كوكب اخر ولا من نجا من عندنا هون؟ من البلد طبعا، من وين يعني؟ اكيد تلقيناهم من هون. هسه السؤال بيطرح حاله، يعني لو جبنا رؤساء الوزراء السابقين والوزراء السابقين وهالمسؤولين والمتغولين وحطيناهم بالحبس والطعن المساجين، برايك بضل عندنا مفسدين يعني؟ طيب يعني انت شو رايك اذا كان هذا التعديل الوزاري الرابع على الحكومه بشكل عام ولم يلمس المواطن لغايه الان اي تغييرات؟ هذا تعديل فاشل، وهم اصلا ما بيردوا على جلاله الملك، يعني المفروض يعاقبهم جلاله الملك لانه ما بيردوا عليه، ما طلع قانون العفو العام وطلع قانون كذا وطلع قانون كذا، وما بهاي الدين وبهاي عزيمه هم اصلا ما بدهم يسووا شيء. ما في يعني السياسه هي اقل من هي تراجع الاول كثير يعني. طيب يعني معقول احنا نحتاج الى يعني تغيير فلسفه النهج بشكل عام اكثر من تغيير الاشخاص؟ لا طبعا نحتاج تغيير النهج، لانه هذول الوزراء كله ندى قرابتي وبعرفك وصاحبي ونسيبي وعديلي، ما هم رايحين يشتغلوا شيء اصلا. طيب. هي رايحين ياخذوا نفس رواتب ورايحين ياخذوا تقاعدات. وخلي الحكي مني ومنك بعد شهرين او 30 اللي كمان يصير تغيير. اشكرك محمود الخطاطبه من عجلون، شكرا لك يا محمود، شكرا. شكرا. نبقى في سياق الماده الاستطلاعيه المطروحه للنقاش ايضا مع مزيد من المشاركات من مختلف مناطق المملكه حتى تسمع الحكومه راي المواطن الاردني في مثل هذه التغييرات اذا جاز التعبير او التعديل الرابع، بالاضافه الى كيف ينظر المواطن الى سياسه وفلسفه الحكومه بشكل عام في اداره الشؤون المحليه للبلاد ككل، وما حجم الازمات التي ايضا اشتبكت فيها الحكومه من خلال بعض الوزارات مع الراي العام الاردني، وكيف ان الحكومه يعني عاجزه وقاصره ولم تستطع أن تواكب طموح ومتطلبات المواطن الأردني بشكل عام. وعدنا سابقا في بداية العام بأننا في منتصف العام 2019 ستكون هناك ثمة متغيرات يعني تطال الجميع أو تطال مفردات حياة المواطن بشكل عام، سواء كانت في بعدها الاجتماعي أو في بعدها الاقتصادي وفي أبعاد أخرى أيضا أكثر أهمية من ذلك، لكن واضح تماما بأن الركب لا يزال يعني لم يتحرك من محيط الدوار الرابع باتجاه جيب المواطن كأخبار على سبيل المثال تحمل مزيد من الحالة الإنعاشية للمواطن في حياته اليومية. مبارك العمران من مأدبة، مساء الخير مبارك. مساء الخير دكتور نضال. مساء الورد. كيف حالك؟ يا هلا. والله احنا نستنى التسلية. تسلية هذه لعبات وكذب وشغلات فاضيه. طيب. يعني هو عدم مؤاخذه لما غير هذا محط ومحل هذا وهذا محط هذا اول شيء فشل بالحكومات المتعاقبه من 50 عام. وبعدين حكومات على المعارف، يعني اللي يطلعوا هذول عدم مؤاخذه ما نعرفهم احنا، هذول تبعين صالونات خاصه. بالوزراء وبرئاسة الوزراء وباللي يعرفوهم وتلاقيهم أسمائهم مسجلة حوالي 100-150 واحد يتقلبوا على مناصب الحكومة. احنا شو بدنا شو نستفيد يعني؟ انت يوم انك تكذب وتقيم وزير مثلا وزير الشباب ابو رمان شاب وتحط محل فلان من الناس شاب مثله، يعني شو عدلت انت؟ تقيم وزير التخطيط وتحط محل واحد، هذه كذبات وفشل برئاسة الحكومة وبالنواب الفاشلين تبعينه، يعني يفهموها من اليوم لآخرة الأيام، يعني لعباتهم ما تمشي على المواطن، احنا فاهمين كل شيء وعارفين كل شيء. وعيب هذا حمل عبء جديد للحكومة، يعني أنت ما تحط وزير جديد
ما بده راتب وبده كذا وبده كذا. طبعا شو بده يسوي هذا؟ هذه كذبه كلها على الشعب، وخلي يقعد بداره اريح له وهو يروح اريح له. طيب شكرا. اشكرك مبارك العمران من مأدبه، شكرا لك. في مساله دمج الوزارات، التعليم العالي كان مع التربيه والتعليم مع التعليم العالي، والشباب والثقافه والبيئه والزراعه وما الى ذلك. طب اذا كانت الحكومه يعني يعني اصدرت 1000 بيان على اعتبار بانه دمج الوزارات وبعد هيك في دمج هيئات ومشان نخفف ونرشد من الانفاق بشكل مباشر، وقالوا للمواطنين بانه احنا يعني واصلين الى مرحله متقدمه جدا واحنا شغالين على اعتبار توضيب المشهد المالي وحتى لا تتحمل خزينه الدوله مزيد من النفقات وما الى ذلك، ورحنا يعني فتره زمنيه لا باس فيها، بعد هيك يعني صارت عمليه الفصل في دمج هذه الوزارات. يعني إذا كانت الحكومة يعني لم تقرأ سياساتها من البداية، القرارات بالمناسبة تؤخذ على عاتق شخص واحد في كثير من الأحيان، يعني تكون هي حالة شخصية أو فكرة لدى شخص معين، دولة الرئيس على سبيل المثال، ويجربها، نجحت نجحت، ما نجحت مع السلامة. لأنه باعترافات وزراء في مجلس الوزراء أيضا عدد لا بأس فيه به منهم قال بأنه الانسجام داخل حتى مجلس الوزراء، وبالتالي عمليات القفزات الهوائية هذه لم تعد تفيد يا دولة رئيس الوزراء. وبالتالي لما كان في يعني هجوم فيسبوكي على الوزير الفلاني أو العلاني كان يتبرأ مباشرة عمر ملحس، قال أنا ما ليش علاقة بالضرائب كلها على الإطلاق، أنا يعني في مجلس وزراء ومجلس الوزراء هو اللي اخترع هذا التفاصيل الكاملة، لكن أنت العراب الوحيد بتاعها، يعني أنت اللي دليت الرئيس على مثل هذه الطريقة، على ضريبة 1.25% تقريبا على البنوك واللي انعكست على المواطنين بشكل عام. طيب إذا نحن نعيش تجارب لغاية الآن، لغاية الآن لا رؤية استراتيجية واضحة للحكومات على أساس يتم التعامل فيها بناء على مؤشرات أداء حقيقية، يطالب المواطن بمؤشرات أداء في مود يعني طبيعة عمله بشكل عام، ومن يطالب الوزير، من يطالب الحكومة، من يسأل الحكومة؟ إذا كان الرأي العام يقول بأنه مجلس النواب تعطل دوره الرقابي على الحكومة بشكل عام، وهذه اعترافات لبعض أعضاء مجلس النواب، إذن من الذي سيسأل الحكومة عن مثل هذه المؤشرات؟ هل وصلنا فيها إلى المستوى المطلوب؟ هل نحن بعد 3 سنوات سنصل إلى مستوى بالقطاع الفلاني إلى كذا وكذا؟ هل سنصل في القطاع العلاني إلى المستوى بنسبة 5% 10%؟ ولا المسألة هيك فز على أكثر ولا أقل؟ من لا يعلم، ليلة البارحة كان قال المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور بريزات في اللقاء لليلة البارحة لما وجهنا له سؤال عن يعني تشكيل هذه الحكومات أو التعديل عليها بشكل عام، وسمعتوا شو اللي حكاه، والرجل يعني يتكلم عن خبرة واسعة جدا إلى أبعد الحدود، وأشار إلى أن بعض الدوائر أو بعض المؤسسات هي من تسير الشأن في البلاد كامل من يعني بكل السلطات وبكل تفاصيلها على الإطلاق. إذن نحن أمام يعني مسألة ديكورية، أمام قطاعات لا تزال تحبو، قطاع النقل يشكو، قطاع الاتصالات نفس الشيء، قطاع الزراعة، القطاع الصناعي، القطاع التنموي، كل هذه القطاعات يعني لم تنجح النجاح الذي يسعى له المواطن الأردني. من الذي يدفع الثمن؟ بالتأكيد المواطن. فيصل أو محمد من الكرك. محمد مساء الخير. يعطيك العافية دكتور نظام. مساء الورد. والله يا سيدي يعني بدلوا ولا حطوا ولا جابوا ولا ايش، ما في ثقة. ما في ثقة بين الشعب والحكومة، ما في ثقة يا دكتور نظام، والله لو يجيبوا من القمر. ما في ثقة يا أخوي. شو الفايدة ما في ثقة بين الشعب والحكومة؟ ما هي الحكومة تحصد الثقة من المجلس بشكل باهر جدا يا رجل. نعم يا سيدي انا معك، بس لكن يا سيدي اداء الحكومة، ما ودك اداء؟ ما ودك انا المسه؟ احنا بنتنا في اللمبات توفير الطاقة اللي هذا الشعب للشعب الاردني، يعني يارك الشعب الاردني ليك 3 لمبات توفير طاقة
اللي تقعد تحتيهن تدفع. احنا بنتنى فيهن، احنا بنتنى في اللمبات اللي بدي يوجهن علينا الرجال. يعني والله يا دكتور نضال، شو يعني رئيس الوزراء ما يسجن يطلبنا الساعة؟ خلينا احكيها على الشاشة. سيد الرئيس الرجال يعني، يعني والله ما انا داري جاب من هالخون الناس. انا ودي واحد من الخون، ما ودي بدل اي وزراء. انا ودي واحد من الحرامية. شكرا محمد من المزارع الجنوبي في الكرك، شكرا لك. فيصل ابراهيم من اربد، مساء الخير يا فيصل. دكتور نضال مساء الورد، ويسعد مساء كل الورديين، ويسعد مساء كل الشرفاء في هذا الوطن العزيز. الله يحييك دكتور نضال. يعني احنا مثلا، لان هي انا عمري 45 سنة وانا بسمع حكومة اردنية حكومة اردنية، ولا في تعديل، اي تعديل استفاد منه المواطن الاردني. بالعكس يعني يعني الوزراء اليوم تعدلوا، مهم منهم نصهم كامل الوزارات اللي قبلهم. هل معقول الشعب استفاد منهم شيء يا دكتور نضال؟ يعني الحكومة الآن بس تغير حكومة وتجيب وزير فلان وعلان، طب حساب مين هذا دكتور نضال؟ ليش بيظلوا هم ما عارفين؟ الشعب الآن ماكل هواء، ماكل دبس، تدمر الشعب، يعني ما بل غير الوطن حمينة. ليش بيظلوا يا دكتور نضال هم؟ ليش بيضحك بعضنا كل يوم في حكومة حكومة حكومة؟ الشعب نفسيته ماتت، الشعب نفسيته الآن على مستشفى صحيح، صار مستشفى الشعب يا دكتور نضال. صار الشعب روح على دكتور نفسية تلقاهم صفين على الدور ماركة. دكتور نضال الحكومات هم ولي تغيروا أبناء العشائر. نفسي إنه كانت حكومة مرة هاي وزير من الأغوار الشمالية، نفسي إنه كان من أبناء الطبقة السفلى اللي منتهية. مين هم؟ كلهم أغنياء، كلهم محسوبيات لرئيس الحكومة غير راسه يا دكتور نضال. ليش نضحك بعضنا؟ لمتى اللي بدنا نتحمل يا دكتور نضال؟ احنا متحملين عشان عيون سيدنا، متحملين عشان الوطن، بدناش نتدمر، بدناش نتبهدل يا دكتور نضال. البطالة كنا فيها تزيد. يا حكومة لمتى؟ لمتى الله يضحك على الشعب؟ انكم تقتلوا المواطن، تغيير حكومة، تغيير وزراء، هم وجوههم هم. النفسي انه كان واحد يوم وجوه واحد جديد. يعني جاب فلاوي علان، مين امه؟ بدناش احنا يا دكتور نضال، احنا بدناش جلالة الملك، حكومة انقاذ وطني، انقاذ وطني يا جلالة الملك. بدنا مشروعات الجيش، بدنا حكومة الجيش، بدنا جيش قوات مسلحة اردنية يحكم هاي البلد. اتدمرنا، انا عندي محل قاعد مش قادر اشتري بضاعة، مش قادر ادفع كهرباء، مش قادر ادفع قصة السيارة دكتور النور. الشعب اتدمر يا دكتور نضال الاغوار الشمالية. شكرا فيصل ابراهيم من اربد، شكرا لك يا فيصل ابراهيم. صحيح بعد شوية رح ندخل على ملف الكهرباء، ويعني بعض التفاصيل عن ملف الطاقة، وهي تفاصيل صادمة بالمناسبة. يعني ما سمعناه اليوم تفاصيل صادمة على المشهد بشكل عام. فالح عايد من المفرق، فالح مساء الخير. سيد فالح معي؟ فالح طيب، تصوروا انه عندنا وزارة اسمها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وهذه الوزارة ترأسها هالة زواتي. تصوروا انه هناك احدى الشركات تعمل على انتاج ما مقداره 15% من الطاقة الكهربائية المستخلصة من الزيت الصخري، وتصوروا انه احنا نملك بالبلد بما يعادل حوالي 70 مليار طن من زيوت أو من الزيت الصخري. 70 مليار، تعرفوا شو هذا الرقم يعني؟ 70 مليار. وتصوروا أن هذه الشركة تنفذ الآن هذا المشروع، وتصوروا أن هذه الشركة الآن تهاجم مهاجمة عنيفة جدا من وزيرة الطاقة شخصيا حتى تفشل عملها. احنا تقول لك ما بدناش كهرباء، مين قال لكم بدنا كهرباء؟ احنا اصلا مبسوطين، خلينا مع الغاز الاسرائيلي احسن لنا. باختصار هيك، رئيس وزراء سابق ويرأس الان ايضا بعض المؤسسات الهامة جدا والتي تعتبر عيون في البلد، يقول رئيس الوزراء هذا بانه حضر اليه مستثمر قال استخلص لكم كهرباء
من الزيت الصخري ونخفض النسبة إلى الصفر. 70 مليار، تعرفوا 70 مليار قديش يمشوا البلد؟ 70 مليار يعني 10,000 سنة وإحنا نضوي كهرباء مجانا ونبيع على الخليج وعلى الهلال الخصيب وعلى كل دول المنطقة كاملة. أستونيا دولة فيها احتياطي 1 مليار من الزيت الصخري، لكنها أنتجت محطات وتبيع كهرباء ليس فقط لها هي بل إلى دول البلقان. من الذي يعطل المشاريع الوطنية؟ من الذي يقول بأن المواطن الأردني إن مسح الأرض فيه؟ لا، هو باختصار شديد جدا إحنا أمام سياسة تجويع، نحن في سياسة تجويع ممنهجة حقيقية وسياسة أخرى ربما تبقي تربطنا مع الكيان الصهيوني، بحيث الغاز من هون. تتصوروا بأن الكيان الصهيوني يعني هو يعني الكيان ذاته ما يأخذش كهرباء من هذه الشركة أو غاز أو سمي ما شئت من هذه الشركة التي تورد إلى بعض الدول، إلى دول الجوار، يقول لك لا هذا السعر غالي كثير بس بيعه على المنطقة الفلانية عادي، بيع ما عندناش مشكلة بأسعار يعني خيالية. طيب أنت شو اللي معطل؟ احنا مش عارفين يعني وزيرة الطاقة ليه تعطل على سبيل المثال، وكيف إنه رئيس وزراء يرأس الآن مجلس أو مؤسسة ضخمة جدا بالبلد مش قادر يمون على وزيرة الطاقة أو على رئيس الوزراء؟ طب احنا ليه نصيح 24 ساعة؟ مش احنا نبكي ونصيح 24 ساعة حتى يخلصونا من العبث في قطاع الطاقة؟ من المستفيد من قطاع الطاقة يا معالي الوزيرة؟ من المستفيد من ملف النفط؟ أين تذهب الفوارق المالية؟ أين هي الفوارق الأخرى على فواتير الكهرباء؟ لماذا سياسة التجويع تمارس على المواطن الأردني؟ لماذا يبقى المواطن راكعا للحكومات؟ لماذا لا يتم استثمار أكثر من 70 مليار من الصخر الزيتي في الأردن؟ شوفوا قديش النسبة، طبعا نسبة خارقة جدا، يعني معقول هذا بده مزيد من التفكير؟ لا طبعا ما بدوش، هذا بده انصياع إلى سياسات غربية تبقي المواطن الأردني راكع غصبا عن أبو تحت التراب باختصار شديد جدا. وإلا يعني ما في تفسير غير هذا التفسير. ما حاجة وزارة الطاقة تهاجم مثل هذه المشاريع؟ شو هي حاجتها؟ تعرفوا أن وزارة الطاقة تطلع بكثير من الأحيان ويقول لك إحنا أصلا ما نستفيدش منه هذا المشروع اللي شغال بالمنطقة الفلانية. كيف ما نستفيدش منه؟ مش هو بده يحصل إنه 15% تبث على شبكات الكهرباء، وهذا كيف بده ينعكس على المواطن؟ طيب هون 15% واعملوا لكم محطة ثانية 15% وثالثة 15%، ما هي كلها استثمارات، ولا مطلوب إلا نظل مرتبطين فقط بالأمريكان ونظل مرتبطين بالكيان الصهيوني بعمليات التمويل؟ ليه ما تنفتح عمليات التمويل على الصين؟ شو مانها؟ ليه؟ مين اللي بالنهاية بده يعيش؟ الشعب أم حالة نخبوية فقط تعتبر بنسبة 3% ترضي الأطراف الأخرى والشعب إن شاء الله ما يلاقيش خبز يأكل، ما فيش أي مشكلة نهائيا؟ مين اللي يتحمل هذه المسؤولية؟ لمصلحة من تهاجم وزيرة الطاقة هذه الشركات الوطنية؟ لمصلحة من تهاجم وزيرة الطاقة وترفض استثمارات ماليزية وصينية تنتج لنا ما نسبته 100% على سبيل المثال في محطات متعددة ونستثمر 70 مليار من الصخر الزيتي؟ لمصلحة من؟ طيب مين اللي كان يدير قبل أن يصبح وزير للطاقة أو وزيرة للطاقة بعض الجمعيات المتنفعة مع بعض المتنفذين؟ مش كانت هي ترأس جمعية وكانت هذه الجمعية يعني يديرها فلان أو من أعضاء فلان وعلان وكلها أسماء بتاعت يعني أرصدة بمئات الملايين؟ معناته المسألة مسألة شركات لا أكثر ولا أقل، وإحنا نكذب على بعض 24 ساعة ونعتقد بأننا سنأكل المن والسلوى مع حكومة الرزاز وأشكال الرزاز. انتصار الخريشة من المفرق، مساء الخير. مساء الخير انتصار. انتصار تسمعيني انت على الهواء؟ ايوه
السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيك العافيه. الله يعافيك. انا سامع استاذ. تفضلي. اول شيء نتشكرك على البرنامج نبض الشعر. ها. يعطيك العافيه. الله يعافيك. اول شيء طبعا انت حكيت حكي عن جد موزون بذهب. ايوه. شو رايك بالتعديل الوزاري الرابع اللي اليوم حصل على الحكومه؟ والله صراحه يعني انا والله تعديل وزاري فاشل صراحه. كيف يعني فاشل؟ يعني ما في حدا بمكانه، مش بيحكوا الرجل المناسب في المكان المناسب. طب لغايه الان ما شفنا رجل مناسب مكان مناسب. طيب كيف حكمتي هيك انت؟ طبعا انت حكيته، اذا احنا بنناشد والوزيره احنا بنناشد الوزيره اللي انت بتحكوا عن الكهرباء وعن المشاريع اللي هي، طب تعطينا مشروع. طب احنا كل يوم بنتفاجئ بفواتير الكهرباء. طب برضه الكهرباء كنا احنا نمشي على معدل معين، نتفاجئ بالشهر الثاني انه في زيادات. طب من وين عم تيجي يعني؟ طب احنا عندنا ثروات بالاردن بس احنا ما عم نستغلها. ليه ما نستغلها؟ ما بنستغلها، ما في حدا بيطلع. احنا عندنا يعني موارد طبيعيه بالاردن. يعني قصدك الحكومات ما بدها تستغلها؟ بالضبط، ما في حدا، ما في يعني لغايه الان. طيب ايوه ما بدها تستغلها، يعني بالعربي الفصيح وبين قوسين كل واحد اللهم جافيه. شكرا. انتصار الخريشه من المفرق، شكرا لك. معي مقبل سميران من الباديه الشماليه. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كيفك دكتور؟ يا هلا يا من. انا محمد مقبل سميران، مش مقبل سميران. محمد، والنعم يا محمد. الله يسعدك. دكتور انت رجل من رجال الوطن. بارك الله فيك. انت صوت الحق. الله يحييك. يا دكتور يعني نرفع راسنا فيك. هذه صارت مسخره. يا عم البلد ما شاء الله بخير، لكن سووا كم من شغله. اطردوا صندوق النقد اول شغله، بعدين خفضوا الرواتب العاليه، بعدين ارفعوا الحد الادنى، بعدين طلعوا ثروه الصخر الزيتي. والله البلد بخير، طلعوا الصخر الزيتي يا ناس. هذا ليش ما يطلع 70 مليار؟ هاي ثروه تقضي المنطقه كامله، مش تقضي البلد. ما شاء الله خير مش موجود عند الناس الثانيه. يا جلالة سيدنا مشان الله، شعب تعب تعب والله تعب. خلاص كف المسؤولين، تبدين الشطرنج، كف الشطرنج. ملينا، اجى الرئيس وزراء قبل 10 سنين تأملنا خير، 5 سنين سنة بعدين. والله الناس مش ملاقية تاكل. أقسم بالله الناس فيها بنزين مش قادرة تحط سياراتها بنزين. أقسم بالله يعني حطب صار يولعوا، يجيبوا حطب من الشوارع، هذا بقس وما بقس وهو بلاستيك. والله الناس الله يعين الناس. والله الناس وضعها مو كويس. والله تعبان الوضع المادي. يعني البادية الشمالية والله العظيم الناس مش ملاقي تاكل. يعني هاي الحلول موجودة، الهيئات المستقلية يا عمي ادمجها، رجعها زي زمان، رجعها الوزارات. حد الأدنى خلص 1500 دينار، واللي مش عاجبه يترك مجال لغيره. وحد الادنى 600 دينار والناس بخير، وطلع صخر الزيتي. وكل شاكر الا في استاذ محمد. السلام عليكم. شكرا. محمد سميران من الباديه الشماليه، شكرا لك يا محمد. هل ترى ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز كان موفقا في التعديل على حكومته 88% من خلال الماده الاستطلاعيه التي بثت على صفحه الفيسبوك لوكاله الحقيقه الدوليه الاخباريه؟ قالوا لا. 12% عفوا، قالوا 88% قالوا غير موفق، و 12% قالوا موفق. الاتصالات جميعها ايضا ذهبت الى اللا، ولا نزال نحن ايضا في سياق مزيد من المشاركات من مختلف مناطق المملكه ردا على المطروح في هذه المادة الاستطلاعية للنقاش. إذا أشاروا يعني إلى أن المواطن الأردني يعرف كامل التفاصيل، ويعرف المواطن كما قالت انتصار من المفرق بأنه يعني في سياسة تجويع متعمدة
معقول هذا الكلام؟ يعني أنا مش عارف سياسة تجويع هاي اللي موجودة بالبلد، بحيث أنه 95% من الشعب تحت، يعني واصل إلى حالة يعني كرامات، و5% هذه الطبقة يعني اللي تعتبر حالها مخملية، وهي اللي يعني تسيطر على كامل التفاصيل. خلينا نسمع رأي محمد العموش من المفرق. محمد مساء الخير. خير دكتور. مساء الورد. كيفك؟ الله يسعدك. يا هلا. يا دكتور بدي أسألك سؤال. احنا ايام الدراسة اول ابتدائي التسعينات بقول لك اللي بعيد الامتحان يكون راتب مكمل، بعيده ثلاث مرات بعيده مرة مرتين، ثالثة شو بقولوا له؟ يقولوا له خلاص يعني مكفي، صح؟ خلاص مكفي، باي باي مع السلامة، صح؟ هاي الرابع مرة هذا. وبعدين أنا بدي أسأل، الموازنة جاهزة يعني الآن، صح؟ ألو؟ أسمعك تفضل. الموازنة جاهزة الآن. وشو والتعديل يعني شو بدي أساوي؟ بدي أفهم أنا، ما دام الموازنة جاهزة الآن هي. ووزير المالية مجهز الموازنة، الله يسهل عليه. وبده ينزل وحي يعني على الحكومة. مش عارف. نجرب احنا لنا 100 سنه واحنا نجرب يا اخي، وين المشكله؟ انا مش عارف. هو الوزراء الجداد اللي جه هذول ما بدهم رواتب يعني؟ واللي يكون مثلا واحد يكون خادم له 10 سنين موظف للجداد خلص بخدم يوم 10 سنين ويوم بطلع له تقاعد، بكون تقاعده 800 ولا 500 دينار، يعني بيضحكوا على شعبهم، والله بيضحك على الشعب اللي عين اخوان النواب، هذا بده يعطي عداله للشعب، اللي عين اخوان النواب بده عداله للشعب. يا رجل يا رجل، واحد شو بده يحكي؟ يا زلمه الله الواحد متحمل عشان سيدنا، عشان هالبلد، قسما بالله. اللي بيقول لك انا بدي حاسب وبدي اعدل وبدي كذا وبدي، راح اربع نواب ثلاث نواب حطوا له اخوانه وسكان يصيحوا عليه مجلس النواب، وعندك عندك عندك، وقال يا عم اسكتوا هو بضحك علينا. شكرا. هذا خليه يروح، خليه يجيب لنا سيدنا واحد من الجيش، من القادة المحاربين القدماء هذول اللي بيعرفوا تراب الأردن، اللي بيبوسوه تراب الأردن. خلص. أشكرك. محمد العموش من المفرق، شكرا لك. عامر محمد من عمان، مساء الخير عامر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عامر محمد الرماضين من الصغير سيدي. والنعم. كيف حالك؟ يا هلا يا عامر. ذكرتني انا، يعني انا شاركت معك عدة الاستاذ عامر من الطفيله، حياك الله. كيف حالك؟ من الطفيله؟ من الطفيله الصغيره. نعم. اهلا وسهلا. سيدي اول شيء انا بحب امسي عليك وعلى مشاهديك وعلى جمهورك العريض، على مساء الخير. وشاكر جهودك يعني المضني حقيقي يعني، وانا والله اني انا بتعلم لما اشوفك وانت تشرب مي وبتجيب المي وحطه، يعني ما تعبان والله تعبان الله يعينك. سيدي انا والله شوف يعني نصيحه اخويه، معلش يعني تحملني نص دقيقه، لا طول في هالشغله هذه. والله العظيم هذا بتجيب لك الضغط وبتجيب لك الحاجب، وانت رجل يعني انا اعرف عندك حب غير طبيعي لهال يعني، لكن ما يعني ما في شيء ماشي على اللي بتقوله. على الاقل اقول لك الحد الادنى يجمع الفيديوهات، اللقاءات اللي تمت بينك وبين المواطنين، يجلسوا عليها ناس يعني يستخلصوا منها شو المستفاد او شو كيف النهج اللي تمشي عليها البلد. صدقني غير نقول خير. على كل حال انا بشكرك جزيل الشكر يعني عن نفسي وعن عن يعني عن جميع المستمعين. طيب. يعني بقدر عامر، بس بدي اسالك، بدي استثمر وجودك معي عامر. تفضل سيدي. يعني معناته هذا الكلام اللي يحكوه الاخوان المواطنين، اذا احنا على نهج ثابت يعني لا تغيير فيه. طيب اسمح لي، انا مشاركتي ان شاء الله يعني راح تكون حول هذا الموضوع ان شاء الله يعني. سيدي في الوضع اللي احنا فيه، في عندنا ثلاث محاور رئيسيه. اول محور رئيسي، هل احنا في مرحله التغيير ام التبديل؟ هذا واحد. هل النهج السياسي اللي عندنا في البلد هل هو تبديل ام تغيير؟ النهج الثاني يعني هل المواطن يعني يشارك في الوضع ام في الاقاله؟ يعني هل المواطن يشارك يعني في اعداد الحكومات او في يعني من رئيس الدوله؟ من رئيس الحكومة، نتكلم عن الحكومة احنا وتحت رئيس الحكومة، شايف هل المواطن يعني لماذا لا يسمح للمواطن ونخلص من هالقصة؟ يعني خلص المواطن يعني ينتخب رئيس الوزراء زي مجلس النواب. الآن احنا صار عندنا في البلد نص يعني الشعب الآن يعين من يعين
بعد فتره عدم رضا، بعد فتره اعلام، بعد فتره اشاعات، ناس بقول اشاعات وناس بقول حقائق، بعدين يعني بتصير على السطح، بعدين الناس بتتجمهر، بعدين الناس بترفض، بعدين يقال. بنرجع للقصه من جديد، اللي اقلناه قبل سنتين بنحطه السنه هذه، بنغير ديكوره ومكياجه وبنجيبه من غير اي فكر لا اقتصادي ولا سياسي، انا ما بتكلم على الجميع، انا بتكلم عن نهج ورش على اشخاص. بنغير يعني بنجيب واحد ثاني وواحد ثالث وهكذا، هذا اسمه نهج تبديل وليس تغيير. انا افهم من نهج التغيير تغيير المسار كامل. المواطن الاردني بلد فيها 10 مليون، نسب عالية من التعليم، نسب عالية من الحس الوطني، نسب عالية من الولاء والانتماء للعائلة المالكية، نسب عالية من الولاء والانتماء لأرض الوطن. كل الشعب يعني كل الشعب الأردني يستحق أن تكون له حكومة منتخبة غرارا بكل وهذه الحكومة محاسبة من الشعب ومحاسبة من جلالة الملك. طيب ماذا بدي أسألك سؤال، على سبيل المثال كانت حكومة منتخبة، كيف يعني بماذا ستختلف عن مجلس النواب؟ وش المجلس منتخب من الشعب يا أخي؟ طيب أحسنت. الآن إحنا قصتنا يعني 90% منها أقاويل وتحت فعل قالوا وقلنا وكتبنا وكتبوا. الحقائق الآن غائبة. الحكومة الآن لما تكون منتخبة وأمام الشعب هي من يضعها الشعب، ولو أنه في تجارب. يعني أنا لو كنت ما كانت بضرب لك تجارب فاشله في المحيط اللي حوالينا، لا احنا في تجارب فاشله في المحيط اللي حوالينا، ولا يخفى عليك في لبنان وغيره، من غير ما اسمي ازعل اشقائنا منا. لكن يا سيدي احنا ليش ما نضع الاجواء الايجابيه في البلد الايجابي تحت هالعائله الهاشميه الايجابيه لنكون نموذج سياسي يحتذى فيه بالمنطقه؟ ليش احنا تكون يعني مثلا ليش احنا مثلا ننظر لاوروبا ونظر بالامثله دائما في اوروبا وعند اوروبا وعند، ليش ما يكون عندنا الاردن؟ كل المرتكزات والعوامل لنجاح هذه التجربه موجوده. موجوده عائله مستقره ملكيه، تأييد مطلق من الشعب، موجود جيش قوي، موجود ارضيه علميه عقليه فكريه اقتصاديه في البلد عاليه ومرتفعه، اعلام عالي ومرتفع، السلطات مفعله في جميع البلد. نخلص من يعني من هالموال وحطوا لنا فلان وجابوا لنا فلان، ليش لا؟ خلي الشعب يختار وهو حر. ضمن طبعا ضمن ضوابط، انا ما بقى يعني اتكلم انا بعشوائيه، ضمن ضوابط دستوريه وضمن ضوابط يعني انتخابيه، ونحط رئيس هالوزراء ونرتاح من هالقصه، بدل يعني ما واحد يطلع لك يقول يا عم هذا شلتوه قدام قدر الزيت، هذا يا عم جبتوا لنا اياه اليوم، هذا يا عم شلتوه قبل امس. يعني لمتى احنا بدنا نظلنا في هالقصه؟ الى متى الشعب يتحمل مسؤوليه المسؤولين الذين يعني هم ينوبوا؟ الوزير انت دكتور، انا فاهم انه فاهم، لكن انا بدي يعني اذكر ان الوزير هو مكلف من الشعب لاداره شؤونه. طيب ليش من الشعب يختاره؟ واضحه الفكره. شكرا الاستاذ عامر رمضان من الطفيله، شكرا لك استاذ عامر على هذا الطرح. والله اذا ما شعر المواطن، وهو المح الها عامر، يعني اذا ما شعر المواطن بحس المسؤولية حيال إنتاج مجلس نواب بحجم مجلس النواب إلا يظل يدفع ضرائب من هون لألف سنة قادمة، وإذا ما شعرش المواطن بالحس الحقيقي والابتعاد عن كل المعادلات التافهة في إنتاج مجلس نواب قادر على أن يفرض سبحة الحكومة خلال لحظة إذا تغولت باتجاه المواطن، كيف لو يعني عندنا عدد لا بأس فيه داخل مجلس النواب، يعني هذول قاعدين 24 ساعة ب يعني عراك مع الحكومة. لكن ما هو امبارح حكى إلي بالبرنامج المسائي، مش كان امبارح المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات قال أنا كنت بقاعدة وقاعد مسؤول يعني وزير أو مسؤول يعني، قالوا يتكلموا عن الانتخابات والرجل ما استحى مني انه انا مفوض عام لحقوق الانسان، قال ما احنا كمان الحكومه حتى لو الاحزاب بدها تنزل على الساحه وتطلع لها يعني مرشحين لمجلس النواب، احنا كمان كحكومه منافسين، ان حزبنا ان جماعتنا بالصيمه اللي نخلي منهم 51 يعني نصف زائد واحد بالحضن الحكومي، معناته ليه نكذب على بعض؟ ليه تعملوا انتخابات؟ ليه ترهقوا المواطنين بالتفاصيل التافهة هذه كلياتها؟ ليش ما تعترف يا دولة رئيس الوزراء شخصيا
وتقول بأنه في تنازلات حقيقية وأنه في شراكة حقيقية وبأن في عمليات سلسلة ما بينك وما بين قيادات داخل المجلس، ليش ما تحكي في بيع وشراء؟ كيف تطلع يومية الغد بتقرير تقول فيه بأنه 155 مليون لثلاث أشقاء لثلاث قيادات في مجلس النواب من موازنة من دائرة العطاءات المركزية في الدولة الأردنية، وبعد هيك بدك تكذب بدك رقابة؟ كيف يعني هذا الكلام؟ أنا إحنا بدنا تجاوبنا فقط يا دولة رئيس الوزراء، جاوبنا على 70 مليار، هذه الدراسة اللي موجودة الآن 70 مليار طن صخر زيتي بالأردن. كيف دول العالم تنتج 100 مليار كهرباء وتبيع إلى الآخر، وإحنا شو اللي يعني ماذا تنتظر؟ ليه تنتظر أنت على جيوب المواطنين؟ والله إلا ظلك جابي إلى صندوق النقد الدولي ولا تستطيع أن تتنفس نفس واحد، لا أنت ولا كل وزراءك، إلا ظلك جابي فقط تجمع ضرائب نهاية كل شهر، مثلك مثل اللي يتسول على باب البنك بنهاية الشهر 10 قروش و20 دينار أو نصف دينار أو دينار أو غير هيك. مش معقول هذا الكلام على الإطلاق، مش معقول. إذا كانت اعترافات رئيس وزراء ويدير أيضا مجلس أعيان بأنه لم يستطيع إقناع وزيرة الطاقة بأحد المستثمرين الماليزيين، قال لهم خلي لكم برميل النفط بمعدل 15 دولار يا جماعة الخير 15 دولار، قالت لا احنا ما يلزموناش ما بدناش ياهم، إلا ظلك حبسيتنا وحاطيتنا بعنق إسرائيل، بدك تخلينا مخلوقين للكيان الصهيوني؟ ليه؟ لمن؟ على حساب من؟ ليه؟ معناته احنا يعني نكذب على بعض بانه احنا نعيش مشاريع وطنيه، وهذا الكلام كله كذب على الذقون، ما فيش منه شيء على ارض الواقع نهائيا. المياه طلعوا منه الكيان الصهيوني وبدنا نعمله مشروع وطني لنا، ووزير مياه السابق قال بانه الخمس سنوات القادمه اذا لم يكن هناك مشروع يغذي الواقع المائي، قطره مي ما يظل مي، مي ما يظلش الا تمسكونه للكيان الصهيوني على 12 محطة اللي موجودات على الأبيض المتوسط مشان يفتح ويسكر زي ما بده. وين رايحين؟ وين؟ ما هو جاء المواطن والآن مش لاقي قبض يأكل 24 ساعة هو إن اللي يعول على تفاصيل ويعول على تفاصيل كثير يراها في البعد أو في بعد المشهد، كل ما يصير شوية حراك معين أو شوية تحرك للرأي العام يعني يقول لك ترى الإقليم مشتعل ومش مشتعل، الله يجعله مشتعل وما يقومش. خالد أبو طير من الزرقاء، مساء الخير سيد أبو طير. دكتور نغال، لا نقول أننا نعيش على أعصابنا من أول أمس، بل نقول أننا نعيش أجواء ديمقراطية تقول عجوز وهي أمية لا تقرأ ولا تكتب وتناقش أولادها وتقول أولادي الصغير فيهم معاه دكتوراه مبدع مميز ولكنه لم يأخذ فرصته وتضيف تلك العجوز، لماذا لم يكن هناك استفتاء شعبي بنموذج يوزع على جميع المواقع للتواصل الاجتماعي حتى يرتاح ويفرز الشعب أسماء مختارة من الشعب؟ شكرا لكم ودامت قناتكم. شكرا لخالد من الزرقاء. صالح سلامة من مأدبة، سيد سلامة مساء الخير. الدكتور صالح الأخضر، الدكتور نضال مساء الخير. يا أهلا مساء الورد. أولا أنا بدي أشكرك على هذا البرنامج وعلى هذا نبض الشعب الموجود وعلى هذا الحس الوطني الكبير. الله يحييك دكتور. أولا أرجو هيك على أساس الحوار يكون مسموع للمشاهد بشكل كويس. تفضل. الآن هذه الحكومة مع الاحترام والتقدير وبرئيسها، الآن هذه التعديلات الأربعة التي تمت على حكومة دولة عمر الرزاق، هل الآن الأداء التي خرج اليوم الوزراء بحقائبهم الوزارية وأتى من بعدهم هل كان أداء تقديريا حساس يتحمل المسؤولية لأدائهم التقديري ما قاموا فيه؟ هل هؤلاء الوزراء اليوم خرجوا قدموا في وزاراتهم أن هناك أصبح نموا في الاقتصاد، قلت نسبة الفقر، قلت البطالة؟ ما الغاية الآن من التجديد والآن إلا 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 رواتب جديدة على دولة الآن تزيد الآن مديونتها على 29.885 مليون دينار أردني؟ ما الغاية الآن من وزراء الآن الآن افتتاح الدورة البرلمانية لمجلس الأمة في 10/11
ويعني أن هذه آخر دورة في حياة مجلس النواب. الآن بعد 4 شهور تنتهي تنقضي هذه الدورة. الآن ما الجديد بهؤلاء الوزراء الجدد الآن؟ ما الذي تم؟ هل تمت محاسبة هؤلاء الوزراء لأنهم الآن قصروا؟ الآن المشهد السياسي عماله كل المواطنين الأردنيين عمالهم يراقبوا هذا المشهد. وهل تمت محاسبة لينا عناب وزيرة السياحة مع كارثة البحر الميت؟ وهل تمت محاسبة وزير التربية والتعليم السابق؟ وهل تمت محاسبة الشركة المسؤولة عن سياحة المغامرات؟ وهل تمت محاسبة وليد الكردي؟ وهل تمت المحاسبة الفعلية لأعوان عوني مطيع؟ وهل تمت محاسبة من الذي هرب باخرة من العقبة يعني جهارا نهارا؟ هل تمت محاسبة فلان وعلان؟ هل تمت محاسبة باسم عوض الله؟ هل تمت محاسبة من باع البوتاس؟ هل تمت محاسبة من باع الفوسفات؟ هل تمت محاسبة من باع العبدلي وأوشك أن يبيع المدينة الطبية؟ هل تمت محاسبة من باع أيضا ميناء العقبة؟ وين يا شيخ أنت؟ مين اللي ودي يحاسب؟ يعني بده يحاسب مين هو؟ الآن المشكلة الآن المراقب للمشهد لأنه نحن الآن المجتمع الأردني الشعب الأردني الذي أنتج مجلس للنواب على أساس أن يراقب هذه الحكومة المقصرة في أدائها السياسي وأدائها الإداري. طيب بدي أسألك سؤال، لو كان هناك مجلس نواب ولذلك يعي مسؤولياته الرقابية والإدارية والسياسية على هذه الحكومة لما تجرأت هذه الحكومة أن تقوم بالتعديل الأول والثاني والثالث والرابع. طيب. وهو فشل ذريع للدولة الأردنية. طيب ماشي. أنا بقول جلالة الملك مع احترامي للتفكير لشخصك الكريم، بقول أن جلالة الملك أنه ظلم في هذه الحكومة وأن هذه الحكومات المتعاقبة وأنه هو الآن دولة عمر الرزاز على الرئيس رقم 77 في حكومة المملكة الأردنية الهاشمية من تاريخ إشاءتها الإمارة الأردن شرق الأردن إلى الآن. طيب. نحن في عهد جلالة الملك يا حدو. صالح صالح نعم يا سيدي، انت ما يعني انت يعني تابعت كارثة البحر الميت. طبعا. كل ابناء الشعب الاردني يعني باسبوع اسود كان ما حداش نعم. نام يعني 4 ايام متواصلة نعم. على الالم اللي صار. انا وزيرة السياحة وقتها لما طلعت بالتعديل قالت لي شخصيا انه انا يعني قال للرئيس بدنا ننحيك شوي، معليش مع الاحترام الك يا لينا عناب، لكن بدنا نبعدك عن المشهد شوي نعم. وبعد هيك بدها تكون يعني سفير للأردن في إحدى الدول. هذا شكل محاسبة؟ هل هذا هو شكل المحاسبة الحقيقي؟ المحاسبة دكتور المحاسبة من رحم مجلس النواب كانت لأن هناك علاقة مصلحية علاقة تبعية ما بين السلطة التنفيذية مع السلطة التشريعية من خلال مجلس النواب لأنه مجلس النواب قادر أن يطيح هذه الحكومة أو غيرها. طيب. لأنه رئيس الوزراء الذي يتعامل اسمعني هذا الذي أنتج مجلس النواب رئيس الوزراء الشعب. الذي يتعامل بمثل هذا الشكل هل يصلح أن يبقى في الرابع؟ طبعا لا أكيد. لذلك لو كان أن هناك في هناك هذه الحكومة على قدر من المسؤولية لكانت وزراء في تخصصاتهم، لذلك نرى من يحمل بكالوريوس العلوم المصرفية وهو الآن يتبوأ إما وزارة للسياحة وإما أداء لوزارة الأداء المؤسسي التطوير المؤسسي أو لتطوير القطاع العام. أي يا دكتور حتى التخصصات أيضا الحكومة مخالفة ومتناقضة مع ارتكابها عندما تطرح الى الوظائف القياديه العليا وتصير تبحث عن لا شيء لكنها ارضاء هي بالنهايه الى اعضاء مجلس النواب هنا وهناك. لذلك انا بقول جلاله الملك ان الاوان بالنسبه لاي حكومه كانت يجب ان تكون عليها هناك بسط الرقابه الاداريه والسياسيه على اي حكومه لانها هي تتغول على مقدرات الشعب الاردني. انا بقول ان الاوان على الشعب الأردني أن ينتج مجلسا نيابيا من أجل أن لا تتغول هذه السلطة التنفيذية على مقدرات الشعب الأردني. طيب. ولذلك الآن من يضمن حينها بس دقيقة خليك معي نسبة الفقر يا صالح. نسبة البطالة. صالح صالح يا صالح معك يا دكتور في حال فكر المواطن الأردني يعني وانتعشت الذاكرة الانتخابية وأنتج مجلس بما تتكلم فيه مواصفات، من يضمن ألا يضيع الصندوق كصندوق البادية الوسطى؟ من يضمن ألا ينقطع التيار الكهربائي في عمليات الفرز للانتخابات؟ من يضمن يعني عمليات المال الأسود؟
من يضمن التدخلات من اليمين واليسار؟ مين اللي يضمن هذا الشيء؟ هاي الشيء يا دكتور بالنهاية أنه جلالة الملك وهو الآن وهو الدستور وهو راعي لهذه السلطات جميعا وهو يحكم بواسطة وزرائه من الجانب السياسي أولا والإداري، وعليه هناك من الرقابة الإدارية لأن هناك مجلس نواب. جلالة الملك يرى أن يتقدم الأردن وهو يريد أن يتقدم الأردن، ولذلك ما حوله من محيط، نحن في الأردن عبارة عن حديقة وما حولنا عمال يذهب، لكن عليهم أن يتقوا الله جميعا حكومة ونوابا، هذه السلطات التي ترتبط برابطة مصلحية تبعية للتناغم من أجل أن لا، لأنه إذا أقيلت هذه الحكومة روح مجلس النواب. لذلك جلالة الملك قال أنا راضي عن أداء مجلس النواب ما دام راضي الشعب عن هذا المجلس، وتبقى هذه الحكومة تحت رقابة أداء مجلس النواب. شكرا. لذلك أنا بقول أن القواعد الشعبية شكرا. هي أن تسائل أولا وأخيرا عليها أن تسأل نوابها ماذا قدمتم. بكرة احنا عندنا مشروع قانون الموازنة سيعرض الآن كيف يتم مناقشة هذا المشروع الكبير الذي ينظم بالنسبة لدخول المملكة الأردنية الهاشمية من جميع الإيرادات وما إلى ذلك. أشكرك صالح سلامة من مادبة، شكرا لك. قبل ما ننتقل لسامية العبادي من عمان، عاهد الضلاعين مساء الخير إليك، يقول تشكيل وزاري يبقي الحال كما هو عليه، عظم الله أجرك يا وطني. سامي العبادي من عمان مساء الخير. ألو مساء الخير يا دكتور. مساء الورد. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. احنا كيف تعلقوا على وزيرة السياحة اللي ما كافؤوها؟ كافؤوها يا سفير برا والمحرب مهمين عليها. احنا نحاسب مين؟ احنا نحاسب الشعب. هذه الحكومة من معلطة. مجلس نجح بالشذب، مجلس النواب وبالشذب. مجلس بالشذب امبارح نعرض على اليوم الاسماء هذول. في نائب طلع برا وقال شيء، نائب وخذ مصاري وخذ تحت الفراش وفوق الفراش، والشعب ضايع. احنا ملاقيين شغل، ما احنا ملاقيين شغل. امبارح الملك اجتمع بهم على الاقتصاد، اليوم ذات الاقتصاد بلين بلا. لا احنا عارفين ان حاكم صبره ولا صبير ولا صبريه، والله ما نعرف البلد وين مودينا، وين مودينا، وشو بحاجتهم هذول. احنا شو بحاجتهم هذول؟ المجرب ما يتجرب هذول 5 سنين 10 سنين 16 سنه، في منهم واحد وهو سفير ووزير وقائم باعمال وهو مدير شغب ومدير نغب، وهل يجرب وزير ونائب رئيس وزراء؟ شو السبب مش انا اعطي راتب 20,000 ليرة؟ انا بدي اسال سؤال، شو المكافاه هذه؟ هاي مكافاه للشعب الاردني؟ يكفي خلاص، بكفي، ما بدنا حكومه ولا نواب، ادفعونا للجيش وخلينا مع الجيش، خلينا نلبس فتيك ونضل احنا والجيش مع بعض نتقارى، او جيبوا حكومه من الاخوان المسلمين خليها تحكم البلد، خلها تقول لاني مخطي انت مخطي. انا ودي واحد يحاسب وزيره السياحه اللي امبارح ضربوا الشرطه وضعدوهم اللي ضربهم واحد، وتعال يا وزيره مش لازم نحاسبها يا دكتوره اليوم؟ مش لازم تتحاسب وزيرة السياحة اللي موجودة من وزارة الوزارة 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 وكانت موظفة؟ كيف هاي؟ والله ما نعرف وين رايحين بينا، وين مدينا، وين مدينا، وين رايح البلد، وين رايحة؟ مكافأة للي باع العبدلي، مكافأة للي باع البلد، مكافأة للفوسبات، مكافأة للشعب الأردني. كيف تطلع علينا الرزاق جاي مشان يمسحنا عمي، مشان ما يخلي شعب أردني يخليه ذليل عشان بالشوارع مرمى من هون ومن هون، وانا مسؤول عن كلامي وخلهم يسجنوني، والسجن صار احسن من ما تتعب بالدار، تصرف على الدار 20 سجن يعطوك مصاري، كيف بدك تعيش؟ كفي، ما بدنا حكومات يا جماعه، ما بدنا مجلس كذاب قاعد بالعبدلي، مجلس نجح شذب باعنا شذب، بكفي خلص بكفي، لانه والله ملينا، والله زهقنا، والله عفنا اولادنا بطلنا نفكر بهم يا دكتور. من فواتير الكهرباء وفواتير المية والبالونات من هون والشارع مرسم من هون على ظهر الشعب الأردني. من هم هذول المكافأة للشعب الأردني؟ هذول مكافأة الشعب الأردني؟ وين مكافأة الشعب الأردني يا دكتور؟ وينها؟ ما هو يعني مشان الله انك يا سامي تهدأ، بلاش تخليني هسه كمان يعني اكملها. والله يا دكتور اني انا شاعر معك، انا شاعر من المرار اللي تحكي بيه، وبعرف انك تحكي من قلبك صادق للأردن. يا جماعة بكفينا يا دكتور، انت تقرأ وتكتب وتشوف وتعلم وتشوف، تقعد بالشارع، اقعد مع المواطن زهقان، اقعد مع المرأة عايفة حالها، الزلمة مع جنب الشارع ذليل. احنا مش خايفين من المسؤولين، خايفين على وطننا وبلدنا والهاشميين وغيره، ما بدنا حدا، نجيبهم نحاسبهم احنا. اذا حكومة يا رجل، حكومة صارت مقدمة 1400 ورقة لمطيع لمنعين، وين احوال منعين؟ اليوم في واحد من مجلس النواب هل يمسوي اقتصاد وشارق من الحكومة الأردنية على المجلس؟ بالمجلس موجود، من هو يا دكتور هذا؟ لما نحط اسمه على التلفزيون ونحط صورته؟ طيب
اشكرك كان الشعب الاردني يقول تعال قلنا وزير. شكرا لك سامي العبادي من عمان، واضح الفكره تماما. هل ترى ان رئيس الوزراء عمر الرزاز كان موفقا في التعديل الوزاري على حكومته بنسبه 88% غير موفق على صفحه الفيسبوك، و12% قالوا موفق؟ كل هذه الاتصالات وكل هذا الالم وكل هذا المرار يعني يفترض ان يحرك في الحكومه شيء، يفترض ان يحرك بالحكومه شيء. احنا الحكومة الآن يعني شغالة على رشقات على تويتر ولا على الفيسبوك. يا جماعة الخير هذا الكلام كله ما له قيمة، وهذا الكلام كله يعني ما يشبعش خبز. المطلوب أن يكون هناك تفريغ للبطالة الموجودة بالمملكة، المطلوب يكون هناك مشاريع استثمارية. لكن يا جماعة الخير المستثمرين ينهبوا، يسرق المستثمر وما يطيقش البلد يقعد فيها. مين اللي أبعد فارس شرف محافظ البنك المركزي؟ مين اللي أبعده؟ كيف محافظ بنك مركزي في المملكة الأردنية الهاشمية يعترف على مسألة معينة ويطالب بإدخال وديعة معينة إلى البنك، ثاني يوم اثنين مدنيين على الدرج يقولوا له مع السلامة؟ كيف؟ كيف مدير عام مواصفات ومقاييس يتركوا كل الدنيا لما يخلعوا من مكانه؟ كيف؟ تيار الفساد لا يزال حاكم، تيار الفساد موجود لغاية الآن. من الشخصية التي تستطيع أن تهرب عوني مطيع من الحدود؟ مين هي؟ مين هي الشخصية التي تستطيع أن تهرب باخرة على متنها ربع مليون طن أو ربع مليون طن، 250 ألف طن من الذرة؟ مين اللي هربها؟ مين؟ المواطن العادي؟ طيب هو ليش ما يكشف هاي إنه رئيس الوزراء؟ أنا مش عارف شو يستنى يعني هو. ليه ما تكشف إنه هاي التفاصيل كاملة؟ ليه ما تكشفها؟ مين هي الشخصيات هاي اللي هربت هذول الأشخاص؟ مين اللي هرب خالد شاهي؟ مين اللي هرب وليد الكردي؟ مين اللي هرب هذول الأشخاص؟ اللي هربهم لا يزال موجود بالبلد وهو أكبر فاسد، والفساد ينقط منه تنقيط 24 ساعة. انتوا تطلعون كل مرة بواحد يعني تحطوا شماعة على أساس ترضوا فيه الرأي العام، على مين تكذبوا انتوا؟ والله يا البلد يعني في بعد فاسدين موجودين على الكراسي 24 ساعة ويمارسوا كل سلطاتهم كاملة، مطلق هذه السلطة مطلقها يمارسوه. رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأسبق قال بأنه والله الجن لا يستطيع أن يضبط المال الأسود بالانتخابات، في مال أسود في مال أسود، لكن مش قادرين نضبطه، شو بدنا نعمل يا عمي؟ لكن هم مش عارفين. يعني معقول المؤسسات والأجهزة تعرفوا مين عبد مين يشتغلوا؟ يشتغلوا فقط باللي يرتفع سقفه بالكلام والتعبير. يعني يقول لك والله هذا فيه عليه 3 إلى 4 إلى 5 قضايا فساد، ولكم على مين تكذبوا انتم؟ على مين تكذبوا؟ بدكم الشعب كله يعني ما يفتحش نفسه بحرف واحد على الإطلاق. والله لو بدكم تنسبوا 1000 تهمة وتهمة، انتم مشكالكم ما حداش سائل على الإطلاق نهائيا. نحن نعرف الشخصيات الوطنية المحترمة مهما تنسبت لها قضايا وغير القضايا بشكل عام. وأقول لكم بأن هذه الحجارة هي حجارة البلد، نحن نعرف وزنها جيدا ونعرف أن هذا الوزن يعني لا يعرف إلا ابن البلد. لكن إذا بدكم تعملوا عمليات تقليم للألسن هذا شيء آخر، إذا بدكم تعملوا عملية يعني داونلود تخفيض للسقوف هذا شيء آخر. مش معقول هذا الكلام. يعني جيبوا لنا مطالبة هيئة مكافحة الفساد انها تجيب لنا اللي منح الزعيم الخليجي 100 ألف درهم. مش هذه أكبر قضية فساد بالأردن؟ هذه مش أكبر قضية فساد؟ كم استفادت موازنة الدولة الأردنية من 100 ألف درهم تم منحهم إلى زعيم خليجي بالديسة؟ من استفاد منها؟ يطلع لنا رئيس هيئة الاقتصادية الخاصة يقولنا قديش استفدنا منها، يطلع لنا وزير المالية يقولنا قديش استفدنا من العبدلي. العبدلي وين رايح فلوسه؟ هذا الحقل النفطي 24 ساعة
شو استفاد منه المواطن الأردني؟ بس بدنا نعرف شو استفاد المواطن الأردني من ميناء العقبة؟ شو استفاد المواطن الأردني من مشاريع أخرى أيضا في الطاقة بشكل عام؟ والله يعني في بعض معلومات تقول بأنه قطاع الطاقة بالمناسبة مسيطر عليه سيطرة كبيرة جدا، وقطاع الطاقة يعني شغالين فيه زي الشركة. لذلك السبب يعني هالة زواتي تقول لك لا احنا ما بدناش، مين قال لكم بدنا كهرباء؟ احنا مش محتاجين اصلا المواطن ما بده كهرباء، لو ترجعوه على الفنيار ولا على البنور احسن له، شو بدكم بهالقصة كلياتها؟ كمال محمد من العقبة، مساء الخير كمال. الو سيدي. يا لا تفضل. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير. الله يسعد مساك يا دكتور، شو اخبارك؟ يا هلا دكتور. بس انا حاب ايدك بالكلام، قسم الفسفات والبوتاس والابولا. انا من الناس اللي كنت في الفسفات، والله كنت اشوف الفساد في عيوني. لما اجي احكي للمسؤول، المسؤول يقول لي ما لك دخل، ما لك دخل، انت خليك بشغلك. وانا كنت اشوف الفساد في عيوني والله يا دكتور. على شكل ايش كنت تشوفه؟ والله يا دكتور كان الفسفات اللي يكون في العنابر وينزل من على الاقشطه كان ينزل في البحر، واقول لهم قاعد الفسفات كثير، قاعده بتنزل كميه كبيره من على البحر. يمكن في غواصه تحت وانت ما تدري. والله يا دكتور الفساد والله كان موجود، وكثير شغلات كثيره كانت تبين، بس كانوا يغطرشوا عنها المسؤولين. انا بحكيها وامري لله. والله يا دكتور حتى في المياه، في سلطة المياه، انا ساعة الي انفكت من جماعة سلطة المياه، والله العظيم بقولوا هاي انسرقت سرقة، روح بلغ بحث الجنائي. في واحد يا دكتور تنسرق الساعة والمحبس اللي بيسكروه في المفتاح مع سلطة المياه المفتاح. يا شيخ من سرقت أراضي هو حتى وهي واقفة عداد شايفة دكتور. وشو ظل إشي للمواطن؟ شو ظل إشي للمواطن؟ ابني قدمت له شغل كتير، ابني الكبير، يعني ما خليت من جهة لجهة شغل ما صح له من الثلاثين، ما صح له من الثلاثين ألف وظيفة اللي يحكي عنهم الرزاز. قسما بالله يا دكتور أنا موليد العقبة، أولادي موليد العقبة، زلمة كبير بشوارب، والله العظيم ما لقيت شغل له. تمام طيب شكرا كمال محمد من العقبة، شكرا لك. طبعا هذا الوتر اللي يعزف عليه الدكتور الرزاز انه 30 ألف وظيفة، الآن يطبل عليه مين؟ وزير العمل. 24 ساعة وزير العمل لو ايش يعني يطلع مع اي وسيلة اعلام يقول لك 30 ألف وظيفة، يا عمي والله مش شايفين من ال 30 ألف وظيفة شيء بالحلال. يعني وينهم ال 30 ألف وظيفة؟ وينهم؟ شو استفادت منهم محافظات المملكة؟ وين؟ اعطينا توزيع. قلنا انه جانا عيننا مثلا 10,000 على سبيل المثال من محافظات الجنوب، وهي الكشوفات موجودة. قلنا والله عيننا 5,000 من اربد، عيننا 2,000 من سحاب، عيننا 1,000 من المفرق. احكي لنا يا اخي هذا الكلام يا ابن الحلال. سالم الغويري من الزرقاء، مساء الخير سالم. احيي الاعلام الكبير نضال الخريشة، صوت الشعب الاردني، ممثل الشعب الاردني. كيف حالك سيدي؟ يا هلا يا سيدي. يا سيدي والله مصيبتنا كلها والله تكمن بالنواب، هم سرروا المصائب كلها والله. النواب هم سرروا المصائب بالحكومة، هم اللي ثبتوا الحكومة، هم اللي ثبتوا، هم يعرفوا كل شيء، هم يطلعوا القانون من عندهم. الفاسدين كثروا وما في محاسبة، مين اللي حاسبهم؟ من المسؤول اللي حاسبهم؟ الكهرباء والمية توغلوا علينا في ساعات جديدة فيها. بدنا الوزير القوي الامين، وين بقي القوي الامين؟ امثال وصف التل الله يرحمه، رحمه الله عليه. ومش رئيس الوزراء، رئيس الوزراء غير شكله وثقه احنا به، بس ايش الوزراء اللي يحضر ويعدل لانه ما بيشتغل زي ما بده. هاي وحده. انا مركب طاقه كان يجيني 70 اللي فات، الان صارت تجي من 50 ل 60. لا انصح المواطن الاردني انه يركب طاقه، لانك تركبها فوق سطح بيتك تركبها للحكومه تركبها. يا مواطن اردني لا تركب طاقه، لانك تركبها للحكومه لا فائده منها. طيب
تفضل سيدي. سالم الغويري شكرا لك من الزرقاء على هذه المشاركة. في آخر اتصال يمكن راح يكون معنا أو اتصالين سريعات، مرونا اتصالين الشباب سريعات. ترى بالمناسبة في معلومات هامة جدا في ملف الطاقة، إن شاء الله أنه بالأيام المقبلة بدنا نعد معالي الوزيرة هالة زواتي بكشف معلومات رقمية، والمعلومات راح نجمعها من الإخوان اللي زودونا فيها بشركات سواء كانت داخل الصخر أو تعمل لإنتاج الكهرباء من الزيت الصخري أو حتى من باقي الشركات الأخرى. أو بدنا نقول للوزيرة هذه هي الأرقام على الهواء مباشرة، تفضلي أعطينا أرقام أخرى إذا في عندك، حتى تجبر الوزيرة تعترف بأنه بدها تبقي يعني أعناق الأردنيين مرتبطة بالكيان الصهيوني. وديتونا غاز من الكيان الصهيوني، بدنا غاز، احنا ما احنا يعني الأردن على الحزام الشمسي يعني أكثر من 300 يوم والشمس عندنا ما شاء الله عليها، مش قادرين يعني ليش ما يكون في يعني مزيد من مثل هاي المشاريع؟ تتمول من الصين، تتمول من مين مكان يكون، هو احنا كل هالبيضات حاطينها بالسلة الأمريكية، والله الأمريكان بالأخير غير يبيعونا مثل ما باعوا كثير من الدول العربية، يعني حليف فاسد وحليف مسيطر علينا على الفاضي لا أكثر ولا أقل، مش مستفيدين منه شيء على الإطلاق، مش مستفيدين منه بس إنه يعني مسح الأرض فينا ونقل سفارته على القدس، غير هيك شو بدنا نستنى منه يعني؟ ما المنتظر منه؟ مين المنتظر منه؟ يعني إحنا فقط المعالجة 24 ساعة أو 48 ساعة على أبعد تقدير، لكن الدول التي تحترم نفسها لديها بدائل طويلة وبدائل عميقة على أرض الواقع تنتعش فيها. مش معقول إحنا 30 سنة من 89 للآن 30 سنة أنا طفل وأنا أسمع بأنه في صخر زيتي، والشركة الفلانية بدها تيجي والشركة العلانية بدها تيجي، بعدين يقول لك والله أجلنا شوي. 30 سنة يعني وجع هذا يا جماعة، 30 سنة وأنت تنتظر، يعني لو ما في شيء ما فيش بترول آمن. وبعض المسؤولين اللي بده يتفلسف زيادة يقول تعرفوا بأنه إحنا ما فيش عندنا قال ذهب أسود ما فيش عندنا. والله ما أنت صادق يا البعيد، أقسم برب الكعبة إنك مش صادق، لأنه ما في يعني عندنا أخفض منطقة بالعالم يا جماعة الخير، أخفض منطقة بالعالم هو الآبار داخل الأرض أو المياه داخل الأرض، تجري بارتفاع ولا تجري بهبوط؟ كيف يعني؟ بدنا نفهم إحنا كيف؟ والله عندنا نفط ليوم النفط، والآبار مغلقة برصاص وتتفجر ويعاد طمرها برصاص، وعندنا المليارات من الصخر الزيتي، وعندنا نحاس، وعندنا يعني أشياء يعني لا يتصورها العقل البشري، لكن هل هناك نية رجال إلى استخراج مثل ذلك فينعم المواطن الأردني؟ لا، لأنه المطلوب الجوع بس. آخر اتصال، عادل الزعاتر من الكرك، مساء الخير. يا الخير دكتور. مساء الورد. كيف الحال؟ يا هلا عادل. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. والله يا دكتور احنا قد ما بنسولف عن هذا القرب المخزوقة، عمرك حسيت القرب المخزوقة بالدوق المي؟ طيب ما احنا بدنا نسكر وبدنا نرجع ما بدنا تروع تفرط لحالها لانها خربانه من مهتري والله يا دكتور. بعدين يا دكتور احنا الشعب الاردني عدم المؤاخذه يعني كلنا الان في غرفه الانعاش. ولمتى يعني؟ لما تاهل وداعي وداعته. شكرا. يعني انا قاعدين على العمل. شكرا. يعني حكيت يعني كجملة بحجم 1000 كلمة. شكرا عادل من الكرك، شكرا لك. بهذا نأتي إلى ختام نبض الشعب في هذا المساء. هذه أجمل تحية مني نضال الخرشة، حتى ألقاكم في مساء أردني آخر. حمى الله سيدنا والشعب والجيش، إلى اللقاء.